السلام عليكم، صباح الفل، عاملين ايه؟ معاكم اخوكم احمد كمال. ده فيديو سوق جمعه بتاع الكلاب جيرمان هاسكي جولدن، كل الفصائل كله باسعاره، اللي عايز اي حاجه هيتصل على صاحبه. في البدايه هنصلي على النبي، نقول على عبد الصلاه والسلام ما تبقاش بخيل، نقول عبد الصلاه والسلام. يلا بينا نخش السوق نشوف ايه اللي معاه. وين اسمها كده؟ هي عندها دي 6 شهور. باعها بكام؟ 500 جنيه. 500 جنيه فيها تطعيمات ولا حاجة ولا على الله؟ على الله. أنا أقول كده بس. هات الرقم 012 84 8-0-4-2-5-4. فيها كلام 500 وفيها كلام. انت مكروس بيها يا معلم. اصلا ده كرويال الشورت هير شغاله. دكتور أمة الإلهية بتزاولوا بقى. خلص في دم كويس 9 شهور. بتطلعوا بكام؟ 1.5. هات رقمك. طيب 012 11 85 26 45. سيكو كويس. طيب جامد الليش ده؟ جامد الليش ده؟ ايه ايه دوست على الكلب؟ مزول بالكلاب هو. ده صح؟ الجريفون ده بكام؟ انا 600. ب 300 واد ولا ب 600. والبيكن ب 1300. هات الرقم يا صديقي. 012 2 0 0 429 424. طلع القطة العسل. جيب كام القمر ده؟ طبعا الفل عم سعيد. ب300 جنيه. ماشي. بص عم سعيد بيبقى عنده حمام وعصافير كل الانواع بقى، يعني انت اطلب واتمنى. هندي وبراهما والكلام ده كل فراخ الزينة الأسباني. الدرة الهندي
اكسسوارات بقى واكل ودراي والحاجات دي كلها هتلاقيها برضو موجودة عنده بأسعار كويس. كمامات، ليش، اي حاجة يعني بتحتاجها للحيوانات بشكل عام عنده ان شاء الله. ولد بكام؟ 800 جنيه. عنده قد ايه؟ 9 شهور. طب هات الرقم. 012 74 82 1 66 5. طلب شيء. ذكر راس. بكام يا صديقي؟ 2500. ب2500 متطعم؟ ماشي. هات رقم. 012 2 5 5 2 9 9 1 6 6 6 6. عنده قد ايه بقى؟ عمره كام؟ عنده سنة وشهرين. متجوز قبل كده؟ لا لسه. متجوز جوازة؟ شراسة شغاله يعني هيشتغل؟ طلع مجرم. سيبه انا هحرك. عنده قد ايه الكلب؟ كام؟ 2500. طب هات رقمك. حط رقم. حافظ رقم؟ شهرين شغال هو؟ محمد شغال. شوف له اي حسنة في الالف ونص. مضربش الكلب. ايه ده؟ لا ده اتنين. يعني انا اتكلم هو 0 12 2 13 180 31. ماشي. قال الحراسة كويس. بكام اللي تاني؟ 2500. ايه؟ 2500. 2500. طب هات رقم. رقمك كام؟ 012 012 10 10 17 17 99 99 51 51.
تعتبرون؟ صدره مفتوح اوفر. لا تعدليش تعدليش لا تعال حتى الروب ده الواتس ايوه بنوته هي ما شاء الله حلوة صوفة حلوة صوفة حلوة حركها كده هلا كويسة ميديم بكام؟ 1200 عندها قد ايه؟ عندها بالظبط كده 13 شهر 13 شهر لسه برضه ما فرحتهاش قبل كده؟ فرحتها مرة وداخلها على الحيطة الثانية حط ايدك على الرحم بتاعتها لو انت لا تعال كده بتاع رقم يسجل فين بقى؟ في الفيديو في الجمجمة؟ في الجمجمة لا ايه اسمها بلاك ريتريفر بلاك ريتريفر بلاك ريتريفر هي بلاك بتاع ده بكام؟ 700 جنيه الاخر 700 جنيه تيجي تشتري ولا لا؟ طيب 012 2 8 2 0 4 4 طيب نسال في المطار وفي
كام؟ بألف جنيه. طبقات رقم 012 86 دبلة خناصر اهو 81 4773 ايه الموزة دي؟ ايه لسه هنفكر اللي فوق الفكر اللي معايا حلو مش لاقي انت مفروض دي شغالة دي مع الدكر الاصفر هتبقى حلوة ولا تليفون بلاك اوتشي كام؟ كام بقى؟ 600 هات رقمك ايه رقم تليفونك كام 012 00 اه قطع اي ما فيش خالص يا منش لحد شد عملت كام ده ايه يا حبيبي عملت فندق للبيع وللجواز بكام اللهم صل على النبي بتبيعوا بكام؟ حبيبي والله العظيم عنده 8 شهور والله وصلت غير بالظبط 8 شهور لسه ملبن لسه عايز لسه وش هيقفل على كده هو له مظبوط بس انا ما كنتش مظبوط بتبيعوا بكام يا ريس؟ غير فلوس يا باشا حبيبي رجوله والله العظيم الله يكرمك حبيبي يا عم حلو 8 شهور كلبوزه بياكل كويس لا بكلب... انا بقول كلبوزه بياكل كويس انا راجل يا صاحبي بقول لك تربيه بيت يا قاعد في شقه ان شاء الله الكلام دوت بص ايوه باين عليك باين عليك طلعت في حاجه بحساب هات رقمك طيب تعالى خد الرقم 012 012 100 80 30 3 تمام بكام بقى السعر عشان اقوله انت شغال المحترم يا حبيبي هو اولا تحت رجلي حبيبي يا راجل ب 1000 ونص دي كده حبيبي ب 1000 ونص برد ب 2000 ب 1000 ونص عشان دخلتك الحلوه دي بس وشك السر حبيبي يا ريس ازاي يا جيرمي عندها سنتين خرجت قبل كده هاتها كده بالجنب كام؟ 1000 جنيه طب هات رقم 012 في نهاية الفيديو اللي عايز اي حاجة بيتصل على صاحبه عشان انا قايل الارقام وبجيب لكم الارقام من الناس وبفتح تليفوناتهم واطلع ارقامهم اللي مش حافظينهم وكده اهم حاجة اقول يعني هنصلي على النبي المرة التانية قول عليه افضل الصلاة والسلام واللي عايز اي حاجة بيتصل على صاحبه محتاج مني اي حاجة اخوك وتحت امرك في اي وقت 011-415-799-33 ده واتس شغال تليفونيا من 6:30 مساء لحد الساعة 7:30 صباحك فل والسلام عليكم